من المعروف أن مساحة مدينة أم الفحم هي 26 ألف دنم، قرابة 8000 دنم من بينها تعود ملكيتها لما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل، أي ثلث مساحة المدينة هي لفلسطينيين تم تهجيرهم عنوة عام 1948، ما يحدث أن دائرة أراضي إسرائيل تعمل على سمسرة هذه الأراضي مقابل تبديل أراضٍ لعرب تقع داخل مسطحات مستوطنات أو داخل مواقع استراتيجية لإسرائيل. هذه هي سمسرة الأراضي بإعاز سلطة أراضي إسرائيل. تقع هذه الدنومات داخل مسطح المدينة أو على أطرافها، أي أنه في المستقبل القريب أو البعيد من المفترض أن تضم لسلطة بلدية أم الفحم، لكنها تواجه خطر السمسرة. ما بنسمع لهم بايعين أرض في محل معين، طبعاً تجينا معلومات من الناس. أجتنا معلومات أنه في صار الأرض اللي بمساحة حوالي 10 دنومات 9 دنومات صارت مبيوعة ومسجلة بالطابو باسم شخص بريت أم الفحم. فإحنا هاي ظاهرة طبعا كامل قبل 4 سنوات في 4 5 قطع، احنا بنحكي عن اراضي مساحات كبيرة، ايش 30 دونم ايش 35 دونم، لذلك يعني لا نعلم شو مخفي، يعني ما بنعرفش اذا في هسه برضه صفقات بتصير، لانه في العملية بتتم حتى تتسجل في الطابة وتقعد سنتين، فلربما صارت برضه اتفاقيات وصفقات اللي احنا ما بنعرفش عنها يعني في هذا الموضوع. عملية السمسرة بمخزون المدينة من أراضي مستقبلية تتم بطرق مختلفة والتفافية، ولكنها ضمن قانون إسرائيل تسوق على أنها شرعية. في ناس ممكن يشتري شغلة في القدس، عقار في القدس مع الأسف الشديد، وبتيجي العصابات اليهودية اليمينية بتساهموا على أنه يعطى بدالها وين بدهم يعطوه؟ ما بيعطوه بتل أبيب، ما بيعطوه بالخضيرة وبالعفولي، بدهم يعطوه في أماكن تواجد العرب، تضييق على العرب. ففي ناس ثانيين اللي عندهم حجة ثانية بقول لك أنا كان لي أرض في شارع ستي، بتعرف شارع ستي حصد كثير أراضي للعرب، وهي حجة كثير صارت عند الناس وأغلبها كذب. فبيجوا بيقولوا إحنا عم نبادل، أنا بدي أرض إكمال الأرض، ومع الأسف الدولة لا ترى دائرة أراضي إسرائيل لا ترى أماكن لتبادل هاي الأراضي إلا عند العرب، وبالذات اليوم في أم الفحم. تتفشى ظاهرة السمسرة والمبادلة بالأراضي في كل البلدات العربية تقريبا. أحمد بلحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة حاول من خلال مجلس محلي عرعرة التصدي لمحاولات السمسرة. احنا بنقول كل أراضي عرعرة المفروض إنها تكون لأهل عرعرة اللي مساحتها 34 ألف دونم، أراضي بملكية خاصة. اليوم رجعنا ل10,000 دونم والباقي بمفهوم الدولة تصادر، وال10,000 دونم اللي هي بملكية تحت إدارة المجلس المحلي 30% بالمعدل هي أراضي دولة، برضو في أراضي مصادرة في قلب الدولة اللي بقلب المجلس المحلي اللي هي تابعة لإدارة الدولة، المجلس المحلي بيقدرش يستغلها. فبنحكي أهالي عارة وعرارة اليوم بيملكوا من الأراضي في داخل مسطحاتهم ما لا يزيد عن 6,000 دونم فقط لا غير. تشكل هذه المساحات الواسعة داخل مسطح البلدات العربية المنفذ الوحيد لتوسيع مسطح الأراضي للقرى والمدن العربية المحاصرة أصلاً بمستوطنات يهودية أو بمخططات مستقبلية لبناء مدن يهودية. الصفقات يعني معروفة في عرعرة، في أم الفحم، في مصمص، في الباكة الغربية، في كل البلاد، يعني وين في أراضي من هال كان هناك صفقات، يعني مئات الألوفات، يعني بتحكي عن مئات الدنومات في كل بلد، يعني في كل بلد يعني بتحكي عن ألاف، يعني هو أولى في هذه الأراضي البلد، يعني مش دائرة أراضي إسرائيل. كما أن ظاهرة التجاوب مع دائرة أراضي إسرائيل في تبادل الأراضي تحت مسميات وذرائع مختلفة ينتج عنها خلق طبقة برجوازية تتحكم في آلاف النسمات. اللي معاه مصاري هو اللي قاعد بيشتري، صحيح؟ يعني في ناس اللي اشتروا 5 دنومات و10 دنومات، في واحد اشترى بدل 50 دنم بالمنطقة هون، 50 دنم بده يعملها شكون لحاله، 50 دنم، 50 دنم هاي يا جماعة مشان بس نبكي عارفين، احنا اليوم بنوزع 500 متر لثلاث عائلات، اضربي لي حوالي قديش 150 1500 ألف عيلة بعيش فيها هاي ال50 دنم، هذا أخذها واحد لأنه سمسر عليها.
أثبتت التجربة في التعامل مع ظاهرة السمسرة بأن الصد الشعبي المتمثل برفض عقد الصفقات مع السماسرة المندوبين لدائرة أراضي إسرائيل هو الأداة الوحيدة القادرة على الحفاظ على الأراضي العربية، وبالتالي لحفظ مستقبل الشباب العربي.